Bismillahirrahmanirrahim. Awalan aqra'u 'alaykum sanad al-hadis al-muttasil minna wa min ustadina fadilat al-syekh Muhammad Rashid al-A'rami hafizahullah wa ta'ala ila an-nabiy al-karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi tariq al-imam al-Muhammad Hafiz al-Hujjah Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أحداثها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قرأنا على فضيلة الشيخ محمد راشد العبدوي حفظكم الله وأكرمكم في الدارين عن فضيلة الشيخ نسير أحمد رحمه الله عن الشيخ شيخ الإسلام حسين أحمد البدوي عن الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي عن الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات حجة الإسلام محمد قاسم حسن المتبين عن الشيخ العارف بالله عبد الغني المتجبين عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسلام والدهلني عن الشيخ الشهواني عن الشيخ الشام عبد العزيز الدهلني عن الشيخ العارف بالله الشهواني بالله أحد محمد عبد الرحيم المتبين. قال أخبرنا الشيخ أبو طالب محمد بن إبراهيم المرتدي المدني قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم المرتدي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المغارب الشناني قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الغمني عن الشيخ زكريا بن محمد بن يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحامد بن فوق شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد الدلوي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الربيع عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي السلفي الأربي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الشاغوطي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الجبري عن الشيخ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى قال حدثني أحمد بن بشتابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبالسند المتصل منا من الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني رحمه الله تعالى باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه قال حدثنا محمد بن الصفاء قال أخبرنا جرير عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة في كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه قال حدثنا يعقوب بن رميد المدني قال حدثنا محمد بن معني قال حدثنا خالد بن سعيد عن ابي زينب مولى حازم بن حرملة عن حازم بن حرملة رضي الله تعالى عنه وعنهم انه
النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا حازم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة